السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. تداول الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قامت كاميرات المراقبة برصدها في الشوارع العامة، حيث يظهر فيها العديد من السيارات وهي تتعرض لحوادث غريبة جدا، حيث تتعرض السيارة لحادث وصدمة كبيرة دون وجود أي سيارة بجوارها. وروج الكثيرين أن الشياطين والأشباح هي من تقوم برطم هذه السيارات. بينما قال البعض أن ما حدث هو بسبب انفجار بطاريات هذه السيارات، فما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن هذه الفيديوهات فعلا حقيقية، والكثير من هذه المشاهد هي في روسيا، ولكن تم التعديل عليها بواسطة برامج على الكمبيوتر من قبل المخرج دوناتو سانسوني، وذلك لإنتاج فيلم قصير باسم تحطم الأشباح، حيث قام بجلب مشاهد لحوادث حقيقية وقام بإزالة وإخفاء السيارات الأخرى وتغطيتها، ليبدو الفيديو وكأن السيارات تصطدم بأجسام خفية. وقد قمت بالبحث طويلا حتى وجدت الفيديوهات الحقيقية لهذه المشاهد لتتأكدوا أنتم أيضا منها. هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإذا عجبكم الفيديو شاركوا لأصدقائكم حتى يتعرفوا على الحقيقة الكاملة. أزيد أذكركم إذا عجبكم الفيديو أول مرة تشاهد قناتي اضغط على زر الاشتراك وشغل زر الإشعارات.